سالفة الاغتيالات والوفيات الغامضة مو جديدة على العراقيين. مستحيل يمر يوم على العراق بدون ما نسمع بجثث مجهولة وناس تموت بظروف غامضة. زين من 2003 لحد الآن شو من خبصت الدنيا إلا بهاي الفترة، يعني من وفاة الدكتورة المرحومة رفيف ومرورا برشا الحسن والشهيدة سعاد العلي وانتهاء بتارة فارس. هواي ناس قالوا وماتوا الآلاف من خيرة شبابنا اللي دافعوا عن الوطن شو ما حد قلب الدنيا. وطبعا هاي مشاعر صادقة وعظيمة ووفاء كبيرة لدماء شهدائنا، بس هاي الموجة الأخيرة من الوفيات والاغتيالات ما راحوا بيها ناس سادين بابهم وقاعدين، إنما راحوا بيها ناس يعرفهم العراق من زاخو للفاو ويتابعوهم باستمرار، إذا مو يتابعون حياتهم بشكل يومي مثل تارة فارس أو رفيف الياسري اللي مئات الآلاف يتابعوهم بغض النظر عن رأي الناس بهم إذا سلبية أو إيجابية. هسا احنا دا نسولف ليش الشعب صارت عنده حالة من الاضطراب وردود أفعال متناقضة جدا والقوية بسبب موجة الاغتيالات والوفيات الأخيرة. أستاذ العزيز، بالبداية لازم نعرف هاي موجة منظمة بسبب توقيتاتها المتقاربة وطريقة التنفيذ المتشابهة ونوع الشخصيات المستهدفة. بما انه السالفة منظمة يعني اكو ايد دا تشتغل على الموضوع. زين شنو هاي الايد وليش دا تستهدف هاي النوعية من الشخصيات؟ الموضوع هو ابداع وتفنن بعملية بث الرعب والفوضى عند العراقيين. يعني من يستشهد عنصر بالقوات الامنية او مواطن عادي او طبيب او استاذ جامعي، هاي صارت قديمة وما تشغل الشارع وتسبب ارباك واضطراب عنده. لازم اكو ابداع، لازم طريقة جديدة، وكان يلقوها فروخ ابليس. هاي الشخصيات اللي تم استهدافها بالآونة الأخيرة بغض النظر إذا أنت متفق أو مختلف وياهم، بس كلنا متفقين إنه أكو مئات الآلاف يتابعوهم. يعني لما تتوفى هيك شخصية وياها شوية بهارات وظروف وفاة درامية وغامضة مثل ما صار بحالة المرحومة رفيف ورشا الحسن وتارة فارس، راح تحدث ضجة كبيرة، وهنا تحقق الهدف لمن يقف وراء هذه العمليات اللي هو إحداث فوضى عارمة واضطراب عند المجتمع العراقي. زين ليش؟ لأنه هو جزء من عملية إشغال الشعب العراقي بأحداث الرعب والفوضى حتى يظل البيت لمطيرة والله أعلم إيش راح تسوي بيه.